عندي بتنجان مقلي وبطاطس مقليه ولحمه مفرومه، اي وزن انتوا حابين تحطوه او بتقدروا تستغنوا عنها خالص. وعندي فلفل حار وفلفل رومي مقليين برضو، وعندي ثوم مفروم وصلصه طماطم وعصير طماطم وجبنه موتزاريلا وملح وفلفل اسود وجوزة الطيب وقرفه وكزبره وكمون ومعلقتين خل، وعندي كمان زبده ومعلقتين دقيق ومعلقتين لبن. هندخل كده واحده واحده كده نبدا ان احنا نعمل حاجه حاجه. هنبدا نشتغل في البشاميل وهنشتغل في الصلصه كل حاجه كده لوحدها، بس قبل ما ابدا فيهم انا هفلفل بس شويه رز ابيض كده هقول لكم لايه كمان شويه. هفلفلهم كده على جنب، هخليهم كده يتفلفلوا لحد ما نخلص اللي احنا بنعمله، عشان هبقى محتاجه شويه رز ابيض كده ايه متفلفلين كمان شويه هقول لكم ليه. هحط كده شويه زيت وهحط ورق لورا كده وحبهان، وهبدا ان انا ايه احط الرز بتاعي واديله كده تقليبه. تمام اهو، وهحط الملح بتاعي ورشه بسيطه من الفلفل الاسود وهفلفله. اديني شويه رز كمان يا اسلام. واحد اثنين ثلاثة، رشة كده بسيطة فلفل اسود، وهبدأ افلفل الرز كده بمية مغلية. هقول لكم كمان شوية عايزين حلة الرز الابيض ده في ايه، سواء بقى رز بسمتي سواء رز مصري اللي انتوا عايزينه اشتغلوا بيه. تمام، اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه، رز ابيض عادي خالص تقدروا كمان تعملوا لو عندكم حتى بواقي رز او حاجه تقدروا تشتغلوا بيها في الوصفه اللي احنا هنشتغل فيها في الرز. تمام، اول ما هيسخن كده هبدا ان انا احط الميه المغليه عليه واسيبه يتفلفل كده على نار هاديه لحد ما نحتاجه. شكرا، احط شويه رز كده كمان. تمام، بصوا اول ما الرز بيسخن كده ببدا احط الميه، هزود بس ملح عشان زودت رز. تمام مدام، مدام زيزي حبيبتي الرز عامله ايه؟ حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي وبخير يا رب. سعيده عليك وعلى اسرتك. الله يخليك وعلى اسره البرنامج كلها. تسلمي يا حبيبتي والله. وحشينا. الله يخليكي تسلمي لي حبيبتي كده. عايزين نعمل بقى اكلات حرشه بقى، احنا تعبنا من اكل رمضان خالص. الايه ما سامعاكي معايا؟ اكلات كده، اكلات يعني ايه؟ في حرق في حاجه كده. اه ما احنا هو احنا اليومين الاسبوع ده مريحين خالص، يعني عاملين حاجات حرشه كده وحلوه. نطلع بقى بيها يعني نريح شويه من الاكل الكتير اللي احنا اكلناه في رمضان وكحك العيد والكلام ده. البروتين البروتين لما زهقنا بروتين. لا النهارده عاملين حلقه كامله بالبتنجان، عاملين بيها وصفات حلوه قوي. تابعينا هتلاقي حاجات حلوه جدا ان شاء الله تعمليها. تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم ايديك وكل سنه وانت طيبه ودايما منوره. انت بخير الله يخليك. ماشي حبيبتي، تسلمي للجميع يا حبيبتي. تسلمي حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا هحط شويه زيت هنا وشويه زيت هنا، نبدا بقى في الوصفه بتاعتنا. شويه الزيت اللي انا حطيتهم هنا، دي معلقه دي اسلم، هحط عليهم الزبده عشان اعمل هنا البشاميل. اول ما هتبدا تسيح هبدا احط الدقيق، وعندي الزيت التاني ده هبدا ان انا اعصق فيه اللحمه اللي عندي مع الصلصه. هبدا كده اقلب الدقيق مع الزبده والزيت اهو بالشكل ده كده اهو، لحد ما يبقوا فكين كده، مش عايزاهم يبقوا مكلكعين. خلاص تمام تمام كده، وهبدا بقى ايه انزل عليهم باللبن بالتدريج. انا بعمل هنا شويه البشاميل وهبدا اعمل معاهم اللحمه في الطاسه الثانيه. هحط كده شويه اللبن، هجيب الويسك بقى اقلب بيه افضل اهو بالشكل ده،
هقلب هقلب تقليب مستمر لحد ما القوام يتقل. انا ما حطيتش اللبن كله، انا بحطه بالتدريج. هقلب وبقيه اللبن عندي، اول ما القوام احسه ان هو بيتقل ببدا ان انا احط بقيه اللبن اللي موجوده عندي. تمام اهو كده. مهاني صباح الفل. صباح الفل يا حبيبتي، وحشتينا جدا 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 والله العظيم، وحشتيني جدا حبيبتي. الله يخليكي، انا وانت طيبه، وانت طيبه حبيبه قلبي، وبخير يا رب يا رب تكوني قضيتي عيد سعيد كده مع الاسره كلها. الحمد لله يا حبيبتي. اه والله الحمد لله، قضينا عيد يعني، اخذنا اجازه اجازه يعني، فصلنا كده في البيت. ربنا يديك الصحه والله. الله يخليك، ان انا شفتك النهارده. الله يخليك حبيبتي، الصحه ودايما منوراني يا شيف اسماء. تسلمي يا حبيبتي، انا بحبك بموت فيك وحياه ربنا. قررنا السنه دي ناخد عيد بتاع زمان ده، اللي هو نتفرج على المسرحيات ونقعد في البيت ونجيب لب وزداني والكحك والترمس. أيوة. والحاجات الحلوه بتاعت زمان دي. الاجازه جميله فعلا بعد رمضان بقى، والتعب والارهاق والحاجات دي والكحك. أيوة. لا صح حبيبي، صباحي لي على اللي عندك كلهم وكل سنه. صباحك جميل، صباحك زي الفل حبيبتي. صباح الفل حبيبتي، صباحك زي الفل حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي، شكرا. تعالوا بقى ايه هنعمل دلوقتي. هحط التومه كده تمام، وهبدا ان انا اشوحها بالشكل ده. هحط عليها شويه كزبره وهقوم مشوحاها، واول ما تلون كده هحط عندي معلقتين ثلاثه من الخل. تمام كده، يبقى انا حطيت التومه اتحمرت، حطيت شويه كزبره ناشفه، وبعدين حطيت شويه خل. هبدا بقى اجيب اللحمه بتاعتي وهقوم حطاها. بصوا انا مستخدمه لحمه قليله جدا، يعني حوالي ربع كيلو، وممكن تستغنوا عن اللحمه وما تحطوش لحمه خالص لو انتوا مش حابين. هي بتبقى حرشه وتحفه ومش مستاهله اي حاجه تانية. هقوم مشوحه اللحمه معاهم، وانا بقلب كده اللحمه ما انساش البشاميل اللي على العين الثانيه، لازم افضل اقلب فيه تقليب مستمر عشان يبقى قوامه كريمي وما يبقاش مكلكع معايا خالص. بصوا القوام كريمي ازاي، ناعم بيبقى خالص. سر النعومه بتاعت البشاميل دي ان انا بنزل اللبن بالتدريج بالتقليب المستمر، ما بوقفش خالص تقليب وبنزل اللبن بالتدريج. تمام، عشان يظبط معايا. ولازم خلي بالكم من النقطه دي، لازم اللبن يكون بارد، لو هتنزلوه على الدقيق وهو سخن بيكلكع. انا بقول حاجات طبعا ناس كتير عارفاها، بس دايما اللي بيتفرجوا عليا اللي لسه داخلين المطبخ جديد بيبقى في حاجات بسيطه كده هم ممكن يكونوا مش اخدين بالها منها، ممكن تبوظ معاكم حاجه او بتاع. مجانا صباح الفل. صباح الفل يا شيف اسماء. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اه اتفضلي حبيبتي. عايزه اعمل مكرونه بشاميل، بس الفرن عندي شغال من تحت بس، ايه اكتر حاجه تخلي وشها يحمر من فوق؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. والرز المعمر برضه عشان وشه احمر. بصي الرز المعمر انت ما بتبقيش محتاجه الشوايه خالص. هقول لك ايه الحاجه اللي تحطيها على الوش بتاع المكرونه البشاميل يحمر معاكي الدنيا. الرز المعمر هقول لك برضه. حاضر هجاوبك عينيا. حاضر. بصوا انا عايزه البشاميل خفيف مش عايزاه تقيل، فانا كده بالنسبه لي زي الفل. تمام قوي. خلاص هقوم رافعاه من على النار. خلاص اللحمه عندي بتستوي اهو بالشكل ده، ريحتها فظيعه، ريحه اللحمه حلوه جدا. هبدا بقى احط عليها البهارات بتاعتي، احط جوزه الطيب، وهحط كمان جوزه الطيب على البشاميل رشه كده، هحط سنه قرفه رشه بسيطه خالص على اللحمه مش كتير، هحط شويه كمون على اللحمه برده، وهقوم حاطه ملح وفلفل اهو، فلفل اسود طبعا، هحط رشه بسيطه فلفل اسود برضو على البشاميل، حاجه يعني خفيفه خالص، وهملح البشاميل بتاعي اهو. يبقى انا حطيت على البشاميل ملح وفلفل ورشه جوزه الطيب وقلبتهم كده، البشاميل تمام قوي كده عندي. وعلى اللحمه حطيت برضو
ملح وفلفل وسنه قرفه وسنه جوز الطيب وشويه كمون، وكنت حاطه كزبره محمراهم مع الثوم في الاول خالص. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى ايه نبدا نحط عندي الصلصه، معلقه صلصه طماطم كده وعصير الطماطم. ساره صباح الفل. صباح الهنا. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير. دايما يا حبيبتي دايما. انت ايه الاخبار؟ كله زي الفل والله، كله جميل. والله يا سيس جدالك وحشة والله العظيم. الله يخليك، تسلمي يا حبيبتي والله، تسلميلي. ومبسوطة ان انا سمعت صوتك. تسلميلي، انا كمان والله بتبقى وحشني جدا. تسلميلي يا حبيبتي. طيب كنت عايزة ابعت لك يعني ومش عارفة ابعت كيف. ابعتيلي على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا، يعني الاي تي سي على كل السوشيال ميديا تقدري تبعتلنا، وبرضو ممكن ندى تفيدك في الموضوع ده. ماشي؟ تمام. ماشي حبيبتي. ماشي. تقول لك تدخلي ازاي والكلام ده كله. بصوا هقلب بقى كل الصلصه كده اللي باللحمه المفرومه كده بالشكل ده. خلاص ممكن تحطوا معاها معلقه سكر كمان بتبقى حلوه جدا. تمام؟